مش بتعشق بالعين، بتعشق بالودن. ده انا بنتها الوحيدة بامكانياتهم الرهيبة بفلوسهم، حد هيحاكم الود؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. حلقة النهاردة هنبدأها بحسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم من كل واحد بيعرض بنت او ست او زوجة للخيانة او للغدر او ويدفع بيها ان هي تروح للتهلكة. يا اخي كما تدين تدان، يا اخي انت ليك ام، يا اخي انت ليك اخت، يا اخي بكرة وبعد هيكون لك زوجة، يا اخي بكرة وبعد هيكون لك بنت. زي ما بتعمل في بنات الناس هتلقى اللي يعمل في امك او في اختك او في بنتك او في زوجتك. ليه بنعمل كده في اولاد الناس؟ ليه بنضحك على بنات الناس ونغرر بيهم؟ انت ايه اللي استفدت دلوقتي؟ فرحان دلوقتي؟ مبسوط دلوقتي؟ هتعرف تعيش؟ هتعرف تنام؟ هتعرف تاكل؟ هتعرف تشرب؟ هتعرف تمارس حياتك؟ هتقدر تتجوز وتبص في وش مراتك؟ هتقدر تبص في وش امك؟ هتقدر تبص في وش اختك؟ هتعيش ازاي انت؟ ربنا ينتقم منك واللي زيك. ايه اللي حصل؟ بنت مع السياحة وفنادق، جميلة على قدر كبير جدا من الوسام، وهي في الملعب في المعد اتعرفت على لاعب ناشئ في نادي كرة شهير جدا. قول الاهلي او الزمالك براحتك. ولد معروف ان هيكون له مستقبل كبير في لعبة كرة قدم. كمان بدلته، لان الولد بيدرس في الطيران، اكاديمية الطيران، فبيروح ببدلته. انتوا عارفين بقى البنات بيحبوا يقول لك ايه، يحبوا لبس الضباط سواء كان جيش او شرطة او الطيران، بيكون لهم مظهر، فالبنات بتحب المظهر او ده. فالولد كان بيروح معهد السياحة والفنادق علشان يفرح ببدلته، واحنا عارفين الشباب الفاضية اللي بيحب يعكسه، لغاية ما قدر يعلق البنت دي، لانه اولا بهارته بجمالها، وهو بهارها بشبابه وبلبسه وبجنتلته زي ما كانت بتقول. قدر ان هو يوقفها قدام المعهد، قدر ان هو ياخد رقم تليفونها، ابتدى يتكلموا، ابتدوا يخرجوا، خد الفيس بتاعها وخد وطلب الصداقة، وابتدى يكلموا بعضهم فيس، وابتدوا قصة الحب تاخد منحنى تاني. للأسف الولد في أكاديمية الطيران فشايف نفسه قوي، والبنت لما بتحب بصدق بيبقى كل همة ترضي حبيبها. البنت لما بتكون عايزة الشاب وبتحبه بتحاول ان هي ترضيه علشان ما يسيبهاش، وخاصة ان اصبح كل حياتها، وخاصة لما تبقى بنت مؤدبة ملهاش في شغل الصياع. بنت مؤدبة اول شاب في حياتها يدخل قلبها، فعطته كل عواطفها، عطته كل مشاعرها، اصبحت الدنيا دي كلها ما فيش غير الولد ده. لاعب كورة في نادي شهير جدا، اهله ناس زوات، الولد في اكاديمية الطيران، مستقبل كبير سواء في شغله او من خلال عيلته والوسائط او من خلال النادي اللي بيلعب فيه. يعني نقدر نقول الولد في كل المزايا اللي تحلم بيها اي بنت، ده بخلاف ان هو وسيم وبيعرف يتكلم وبيعرف ان هو يسحر البنات باسلوبه وكلماته. وانا قلت قبل كده، اي بنت او اي زوجة مش بتعشق بالعين، بتعشق بالودن. الست اللي متجوزة ما بيهمهاش شكله ايه، يهمها هي هو بيقول ايه، بيسحرها بالكلام الحلو، وتخون وتغدر بسبب الكلام مش بالشكل. بستغرب من الزوج يقول لك ايه، ده الواد ده ما رضاش اخليه يمسح جزمتي. ايوه هو فعلا صايع، لكن قدر يضحك على مراتك بالكلام. اي بنت بتنسحر بالكلام، لكن اي ولد ما بيهموش غير العين، المنظر، الجسم، ياه شفت البنت عامله ازاي. فالولد بيعشق بالعين، لكن الست بتعشق بالودن. قدر الولد ان هو يجذبها بجماله، بعربيته، بالنادي الكبير اللي هو اهله مشتركين فيه، ولعب كورة في الناشئين فيه، وكمان ببدلته وبفسحه وبمصاريفه. فالبنت شافت ان هو ده، يا هخلص المعهد من هنا ويتجوزني من هنا، وهو قال لها هتجوزك، والبنت دي عايشة مع امها.
عايشة مع أمها. المهم قدر الولد إن هو من خلال بيكلمها فيديو يقنعها عايز يشوفها زي اللي احنا عارفين بقى شغل المراهقين. هشوفك بلبس البيت. طب يا ترى هتلبسي لي ايه وانا لما اكون انا وانت في الشقه؟ طب انا عايز اشوفك بقميص نوم. طب انا عايز اشوفك وانت من غير قميص. ما احنا خلاص هنتجوز، انت مش واثقه فيا؟ الكلام اللي احنا حافظينه. للاسف البنت عشان بتحبه وخاصه انه كان بيتقل عليها ويقول لها خلاص ما دام مش هتوريني نفسك انا مش هكلمك تاني، وكان بيتقل يوم واتنين. البنت خايفه احسن يمشي حد غيرها ياخده منها، حد غيره يحبها. حد غيرها يحبها؟ طب تعمل ايه البنت؟ اضطرت ان هي تتنازل. طب عايز تشوف ايه؟ ما مش عايزاه، عايزاه يرد عليها، عايزاه يكلمها. والتقل صنع من الولد، قدر ان هو يهددها انه هيقطع كل علاقته بيها ما دام مش واثقه فيا. انا ابن ناس، انا راجل رياضي، انا في اكاديميه الطيران، احنا هنتجوز على طول اول ما نخلصي. ابتدت تقول له طب خلاص انا واثقه فيك، خلاص عايز تشوف ايه؟ ابتدت تتجرد من ملابسها قدام. بعد كده البنت فكرت ايه ده، انا ما كنتش كده، انا مؤدبه، انا بنت ناس، ايه اللي بعمله ده؟ لا يا عم انا مالكش دعوه بيا، انا مش هقدر اعمل كده تاني. وخاصه انه كان عايز يمارس معاها بالتليفون. فقلت له لا. مره اتنين لا، قلت له ما اتصلش بيها، قالت له ما اتصلش. البنت فاقت، لان مش ده طبعها ولا دي تربيتها ولا ده سلوكها، دي مؤدبه. ومش الشاب الوسخ اللي من بيئه وسخه اللي اهله همهم كله يديله فلوس، مش مهم التربيه، ما عرفوش يربوه. ابتدى يبعت لها الصور ويقول لها صورك ايه وفيديوهاتك ايه، هبعتها لزميلاتك في المعهد، وهبعتها لعميد المعهد، وهبعتها لكل الناس اللي قرايبك اللي على الفيس اللي انا عارفهم، وهبعت الصور لامك. البنت ابتدت تتوسل ليه، قالت له ابوس على جزمتك ما تعملش كده، امي لو شافوا الصور دي هتموت، ده انا بنتها الوحيده. قال لها لا، تسمع كلامي وزي ما اقول لك شمال تقولي حاضر يمين حاضر. وابتدى يبتزها. البنت قعدت تفكر، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه في المصيبه اللي انا حاطط نفسي فيها؟ انا ما كنتش كده. الخوف، ولانها بنت مؤدبه ما عرفتش تعمل حاجه، هي غلطه عملتها مره، سمعت كلامه ولما فاقت حبت تعمل خلاص، ابتدى يبتزها بالصور والفيديوهات. وفعلا ابتدى يبعت الصور لبعض زميلاتها كنوع من ان هو يخوفها عشان يجبرها تعمل اللي هو عايزه. البنت يا ترى عملت ايه؟ تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نعرف البنت عملت ايه، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقه. البنت دي ساكنه في الدور العاشر في عماره في الهرم في الجيزه. البنت عندها 21 سنه، كانت اخر سنه ليها في الدراسه. عروسه جميله بنت ناس، امها شقيانه عليها. البنت كل قمة الأدب ومتحجبة، محجبة ومؤدبة جدا، ملهاش في المشي الشمال. لكن للأسف، وأنا دايما بقول البنت المؤدبة هي اللي بيضحك عليها، والبنت الصايعة الضايعة عارفة أولها وآخرها وما بتغلطش لأنها فاهمة الشاب اللي قدامها. لكن البنت دي حبته بصدق وعملت كده عشان بتحبه، ما كانتش تعرف إنه كلب مفترس. تعمل البنت ابتدت تفكر، أعمل إيه مع أمي؟ امي لو شافت الصور ديت وهي دي اللي انا ربطها، هي دي اللي سهرت عليها، هي دي اللي علمتها الصلاه، هي دي اللي هتموت امي هتموت. وقرايبي هعمل ايه في قرايبي؟ ده عارفهم كلهم وطلب صداقتهم ويعرف الناس دي كلها، واصحابي في المعهد وزمايلي في المعهد ومدعمين المعهد والدكاتره اللي بيدرسولي. البنت الدنيا اسودت في عينيها لغايه ما خدت قرار، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا المنتقم. وقفت من الدور العاشر ورمت نفسها عشان تموت في الحال. بعد ما سابت رسالة لأمها بتقول لها سامحيني يا أمي، أنا موتت نفسي علشان مش هقدر أبص في عينيكي، سامحيني يا أمي أنا موتت نفسي علشان في يوم من الأيام ما تندميش على تربيتك ليا، أنا موتت نفسي علشان أسيب ذكرى حلوة ليكي، أنا موتت نفسي يا مايا علشان مش هقدر أعيش لو أنت عرفتي انا عملت ايه. الام طبعا حاليا في الانعاش، والبنت ماتت في الحال. لكن الرسالة دي كان رئيس مباحث الهرم قدر يتوصل لكل الخيوط، الطالب اللي في اكاديمية الطيران، اللاعب
في نادي شهير، للأسف الفيديوهات والصور اللي كان بيهدد البنت بيها لقوها على المحمول، قدروا يتوصلوا للطالب. لكن هل الطالب بأسرته العريقة بإمكانياتهم الرهيبة بفلوسهم حد هيحاكم الواد ده؟ طب وأي تهمة؟ وهيثبت التهم إزاي؟ بالفيديوهات؟ أدنا منتظرين. لكن هنقول إيه؟ إذا كان الملف هيتقفل عند حاكم الأرض فهو مفتوح في حاكم السماء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شاب أو أي راجل بيغضب ببنت أو زوجة، ربنا يقعدوا له في مراته. رغم أن أنا ما بحبش لا تزر وزارة ونزرة أخرى، لكن أحيانا الجرم بيكون بشع، فبنتمنى يكون العقاب رهيب. ربنا هيقعدوا له في مين؟ فأقرب الناس لي. مش نقدر نقول غير لله الأمر من قبل ومن بعد.